بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا حضورنا الكريم، الشوط الأخير انطلق وانطلقت الآمال والطموحات هنا في هذا الشوط، ونتمنى إن شاء الله التوفيق والناموس المشاركين. نذهب هناك إلى 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 مقدمة الشوط. أذهب إلى سحابة في المركز الأول لسيد حميد بن سيف بن حميدان على المركز الأول، ثاني المراكز الضبي يمعى بن حمد بالصقعة الغفري، وفي المركز الثالث لوح لظاهر بن علي بن ظاهر بن يمعى المهيري، وفي المركز الرابع هناك تأتي مناورة لمحمد بن خلفان الغويس، وفي المركز الخامس أيضا هناك تأتي الطاغية لسهيل بن مغير بن سالم بن حارب العميمي، وفي المركز السادس اللي في المركز السادس جماهير لحميد بن سيف بن حميدان، وفي المركز السابع اللي في المركز السابع هناك من الجانب الثاني ايضا من تعرف عليها تاتي في هذه اللحظات المسك لحمد بن علي شويدان الاجتبي، وفي المركز الثامن سرابه تاتي في ثامن المراكز ما شاء الله لخميس بن سالم بن علي الزرعي، وتاسع المراكز من تصل في هذه اللحظات شديدة سالم بن محمد بن ذويب العامري، وفي المركز العاشر هناك رسمية لمحمد بن سعيد بن سبت الخيلي. هكذا أيها الإخوة مستمعين الأعزاء، جمهورنا الكريم الحاضر هنا مع هذه الانطلاقات الجميلة، هذه الانطلاقات المميزة هنا من أرضية هذا الميدان. وشوطنا الأخير، شوطنا الأخير الشوط الوداعي ينطلق بحفظ الله ورعايته، وأذهب هناك دائما مع سحابة، سحابة اللي في المركز الأول اللي مسيطرة على مقدمة هذا الشوط ما شاء الله حميد بن سيف بن حميدان الفلاسي، بينما اللي في المركز الثاني اللي في المركز الثاني فوايد أحمد بن علي بن عامر العويسي من يقدم فوايد على المركز الثاني وثالث المراكز ما شاء الله من تأتي في هذه اللحظات جماهير حميد بن سيف بن حميدان. المركز الرابع اللي في المركز الرابع ما شاء الله تبارك الرحمن اللي في الشعار الزرعي، شعار الزرعي سرابة خميس بن سالم بن علي الزرعي رابعا، وفي المركز الخامس اللي في المركز الخامس هناك رسمية محمد بن سعيد بن سبت الأخيلي، وفي المركز السادس تأتي في شديد لسالم بن محمد بن ذويب العامري، وفي المركز السابع الحذرة في المركز السابع ولا هناك الطاغية سهيل بن مغير بن سالم بن حارب العميمي. يا سلام يا سلام يا سلام، المركز الثامن اللي هي الضبي لسعيد بن عبد الله بن عبيد بالدبيلة، وفي المركز التاسع من الجانب الثاني من تأتي في هذه اللحظات للسيد عمر بن مبارك بن جافلة الحميري. يا سلام حسايس نقلتنا على المركز العاشر والأخير هناك من الجانب الثاني شواهين لعلي بن سيف بن سهيل بن حميد الدرعي. التوكل هناك إلى المقدمة والسيطرة على مجريات هذا الشوط، ونحن نتمنى إن شاء الله التوفيق الناموس يا الأخوة المشاركين والمتابعين لكل هذه الانطلاقات الجميلة، هذه الانطلاقات المميزة. الصدارة عند بن كعيب أول وثاني المراكز. الله الله، يا سلام يا سلام يا سحاب الجماهير، ولكنها ولكن 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 اللي 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 الله، شوف رسمية، شوفوا رسمية، روح عند رسمية، روح عند الأسامي. الله الله يا رسمية، محمد بن سعيد بن سبت الأخيلي ما شاء الله تبارك الرحمن. مركز ثاني شديدة سالم بن محمد بن ذويب العامري، ولكنها رسمية. بسم الله بسم الله بسم الله، غاية في المركز الثالث للسيد
لغفيق بن الصغير بن عبد الله المالكي المالكي. ولكن نحن في 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 في, في, المو في المركز في المكان الرسمي في المكان الرسمي يا بن سبت. سلام عليك يا الخيلي، سلام سلام إلى راعي رسمي محمد بن سعيد بن سبت الخيلي في هذا اليوم الجميل، في هذا الأداء المميز. ها هي لحظات وصولها إلى خط النهاية ما شاء الله بدون أي أوامر ولا شبه أوامر تذكر عليها شديدة. في المركز الثاني سالم محمد بن ذويب، المركز الثالث للسيد لغفيق بن الصغير بن عبد الله، المركز الرابع سعيد بن عبد الله بن دبيل، المركز الخامس أيها الإخوة شواهين علي بن سيف بن سهيل بن حميد الدرعي. هكذا كانت النتيجة للمراكز ذعناها عليكم بالفوز التمام، هكذا كان الوصف التفصيلي ما شاء الله ذعنا عليكم وفاء وتماما في هذا الانطلاق. 6 دقائق توقيتنا أيها الإخوة، أيضا 15 ثانية 56 جزء من الثاني تهارينا، والناموس لجميع الإخوة الفائزين في هذا الصباح الجميل، هذا الصباح المميز. لقائنا إن شاء الله في الأسبوع القادم مع تحياتي معلقة من هذا الميدان، وإلى اللقاء.